أهلا يا صحاب، يلا يلا بينا نلعب سباق العربية ونشوف هنعمل ايه. اللعبة دي لسه منزلاها دلوقتي ومعرفش فيها أي حاجة، لسه هبدأ. بسم الله، يلا نبدأ مع بعض كده ونشوف ايه اللي في اللعبة ونلعب. يلا ده أول ليفل فيها، انا ما اعرفش والله في حاجه لسه بقى. ماشي، طبعا كل حاجه فيها متصفره عشان انا لسه ايه ما بداتش اي حاجه، كله من اللعبه نفسها، يعني اللون العربيه والعربيه وكل الكلام ده من اللعبه نفسها. كده هو الليفل عندك بسلام. طيب هو في الاول بتبقى سهل، بعد كده يلا يلا بسم الله. اللعبة جميلة، وليلة كبيرة حضرتك. ايه ده في وقت فوق عندها في وقت معين؟ لا ليفل كومبليت. طيب عاش والله، يلا اللي بقى. طبعا اللي بعده هيكون ارخم،
أخيرا الحمد لله جت لنا عربية جديدة. طيب راح نشوف العربية. طب نجيب العربية منين؟ تقريبا لما نعدي ريفيل كمان. يلا بينا احنا كده في يوم الأربعاء. يلا بينا. الحاجة اللي جت لنا دي نشوفها نجربها. هي نازلة من الأخضر والباقي نشتري لما نجمع حاجة نبقى نشتري بيها. لا 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 لا
زمن طويل. ان شاء الله نكون مرنا دين عليه. يلا اشوفكم على خير في تكمله التسونات بتاعت سباق العربيات. يلا باي باي.